كان صديق، وقبل ما يكون صديق كان تلميذ ديالي وكان تحت الرعايه ديالي، وريتو منين يدخل ومنين يخرج لعبات، ولكن بغى اتاكيني وبغى يضربني بسلاحي ولكن ما قدرش. هو انسان، واحد انسان اللي تختصب من طرف بزاف الناس، تمارس عليه البغاء ما هي مره ما هي جوج، كيبقى يعاود لي قصص من الخيال الوهميه، من القصص ديال المعجون، بقى يوميا طالع السطح ويعاود لي قصص معجونيه. انا اللي عارف الحقيقه ديالو الكامله وكيقول لي ملقبوني سيدي. واش دابا بيني وبينكم واحد انسان غيكون عنده 26 عام ديباسي ديك 30، واش غادي يقدر يقول واحد انسان يقول لي سيدي؟ راه ما يقدرش اصاحبي، راه لا يمكن. واحد النوع اللي حكار بزاف، واحد النوع اللي طيحوا الدم بينا في المغرب. عندك هما ثلاثه الناس انا كنعطاكيهم مباشره، غادي نعطاكيهم، ما كنخاف من حتى شي واحد فيهم. مهم، كاين واحد خونا هنا في جمديه الجديده ملقب بالاسطوره، هو ليس باسطوره، هو انسان، واحد انسان اللي تختصب من طرف بزاف الناس، تمارس عليه البغاء ما هي مره ما هي جوج، تسبب لي هذاك الشيء في عقد نفساني، وهذا الشيء هو هذا الشيء اللي خلاه دابا ولا يطلع للسطوحه ويدير لايفات ويبدا اتاكي الناس ويعاير الناس. هذا انسان خاصنا الاخوان نتشاركوا ليه ان شاء الله ونجمعوا ليه وندوا عاد شي طبيب نفساني. انا اللي عارف الحقيقه ديالو الكامله، انا انسان اللي عارف الحقيقه ديالو كامل، وعارفه انا شكون اغتصبه المره، اول مره اللي اغتصبه دوز عليه 5 سنوات حبس النافذه، وعارفه شنو شحال من مره تمارس عليه الجنس. الا لاحظتوا معايا غير البكيره عنده كيفاش هابطه خارجه بزاف، هي انسان كتكون عنده خارجه البكيره ديالو راه كيكون خوتي، راه كيكون كيمارس الجنس من الضبور ديالو وهداك الشيء. انا كنقول لكم الحقيقه، اي واحد خارجه عنده دري ولا كيسمي راسو راجل وخارجه عنده بهذيك الطريقه كذا هكا، راه الا وكينعس على كرشو كاين الانبطاح. انا كتعرف القصه ديالو مني تختصب وكذا، وهذه لهذا انا ضد الحقد وضد البغض بيناتنا، ولا انسان كيهضر عليا بزاف وهذا الشيء، حتى انا اللي عارف الاسرار ديالو هذه. حتى فهمتي، حتى ديجا حتى كتهددتو بهذه القضيه، كنت قلت له راه شوف راه غادي نقول للناس بانك تختصبتي وكذا وهذه وهذه الا ما سكتيش. ودابا حاليا ملي ولا كيضغط بزاف ولا كيدور لايفات بزاف يومين وهضر عليا وجبد صوري وكذا، انا قررت نخرج بهذا التصريح باش نقول لكم هذاك الانسان راه تختصب ما هي مره ما هي جوج. الا لاحظتوا معايا البنيه الجسمانيه ديالو، جيت الباكوره ديالو خارجه بزاف، خارجه بواحد الشكل غير عادي. هذاك السيد كيتمارس عليه الجنس ما هي مره ما هي جوج، وانا عارف القصص ديالو كامله، كياكل معجون، مقاري، مواعي، ما انسان مسكين دازوا عليه ضغوطات نفسيه بزاف، واي واحد كيدوز من هاد الضغوطات النفسيه بزاف هو اللي كيخرج واحد الطاقه سلبيه كيخرجها في ديك اللايفات، كيبقى يسب عباد الله وعطاكي الناس وكذا. المهم اخوان اللي غنقول لكم بحال هاد الفئه خاصكم تحاربوا من اخوان، بحقاش ما كيهضرش على شي موضوع اللي مهم بزاف في البلاد ولا كذا، ولا هضر على الشباب اش خاصهم واش ما خاصهمش، توجيه الشباب سيرتو كيتفرجوا في اطفال بزاف اصاحبي، يعني 12 عام 13 عام 14 عام وكيقول لهم لقبوني بسيدنا سيدي. واش دابا بيني وبينكم واحد انسان اللي غيكون عنده 26 عام ديباسي ديك 30، واش غادي يقدر يقول واحد انسان يقول لي سيدنا؟ راه ما يقدرش اصاحبي، راه لا يمكن. اسيدنا وسيدكم رسول الله اصاحبي، واش هو انسان كيقول هذا الشيء وكيهضر على بزاف الناس كيسبهم ويعايرهم وكذا وما لقاش له وقفه عند حده؟ ولكن انا اللي حافظ للاسرار ديالو وعارف الخبايا ديالو، واحد كان صديق، وقبل ما يكون صديق كان تلميذ ديالي وكان تحت الرعايه ديالي، وريته منين يدخل ومنين يخرج لعبات، ولكن بغى اتاكيني وبغى يضربني بسلاحي ولكن ما قدرش، حيت العسكري ما كيعطيش سلاحه، ما كيعطيش سلاحه كامل. كيقول واحد المثال قال لك لا ترمي كل البيض في سله واحده، انا ما عمري كنرمي البيض في كل سله واحده. شينا شدينا قهوه كحل نواغ شديناها ياك، وكبينا فيها 10 قطرات بيضين ديال الحليب كتبقى نوار. هذا ميساج كذلك ومثال. الله يحفظك، الله يكبر بك، الله يكبر بك. المهم خويا سير تاخذ حتى شيك بحال بحال عباد الله، راه كاع الناس خادو توصلوا بها. صح امتى نجي؟ ان شاء الله عطيه حتى تعطيه. مرحبا بك. تحياتي مرحبا بك اخويا. كما قلت لكم شدينا كافي نوار، شدينا وكبينا على 30 قطره ديال الحليب كتبقى نوار. كذلك هذا الانسان بحال هكاك الداخل ديالو الخبط اللي فيه كحل، عمره ما غتكون فيه بيدوزه ديال الحليب. خبيث، حيت هو خبيث، حيت انسان مشتاق، والله يحفظ من الشتاق لا ذاق. علاش كيقول لك الله يحفظ من الدجاجه؟ قال لك الدجاجه ملي كيطول رجليها كتنسى ما داز عليها. اي واحد كيدوز واحد المرحله ديال الجوع اي فوا كيوصل كينسى صحابو، ينسى خوتو، ينسى حبابو، ينسى كلشي. هذا هو منهوف، حتى هو عمره ما شد واحد الصالير،
من اليوتيوب من الانستغرام من تيك توك من كذا، عمره ما شد فلوس، نهار شد فلوس جاتو اللهفه ما عرفش يدير بها، تلف بدا بصحابو من الاول يبغي يغير صحابو باغي يدير كذا، ورغم ذلك باقي ما نساش التاريخ ديالو، باقي على الاقل يمشي انسان يدير شي ايكول بريفي يتعلم يقرا ويوعى بعد شويه وكذا، راحت مقاري ما واعي. وجوج الناس باقيين ليا في المغرب، واحد ملقب بنزار والمناجر ديالو، هادو جوج كنقول لكم اول وحدين دخلتو الحيس رجلين في المغرب هما نتوما مدلولين، طيحتو بناس ديال اكادير، طيحتو بناس اكادير ما عندكمش قيمه، اول وحدين طيحتو بهم. وانا داك المناجر كنعرفهم مزيان وعندي خبايا والاسرار ديالو، ان عنده اختو في قطر يوميا لي بواط يوميا خاسر 2000 درهم 1500 درهم، مخدام مردام راكب على طوموبيله مزيانه مرسيدس كذا الايفون الماد ماكس، او من اين لك هذا؟ حنا راه ولاد الشعب، حنا راه مغاربه كنموتوا على بلادنا وعلى مالكنا، خاصنا نعرفوا من اين لك هذا. حنا عرفنا اختك في قطر وانت عايش هنا في قطر وكتاكل وتشرب على ظهر اختك عرق اختك، وحنا عارفين اختك رجلها مزوزين سما اكثر من اليدين، الداخل مفقود والخارج مولود، هادشي اللي حنا عارفينو الخبايا. وانت اللي كنت كتصرف عليك انت وخو، دابا تخيل معايا اخت كتصيفط لخوها فلوس طونوبيل، صيفطت ليه دار التليفون الاخر، كيصرف على نزار كيخلص عليه يوميا في لي بواط العباد مدلولين، نزار اللي بات اللي باغي يتزوج بها اللي بات اللي باغي يحس لها رجليها مدلول، واحد الانسان المدلول يا صاحبي. خوتي مغاربه بحال هادو خاصهم يتحاربوا، ما خاصهمش يبقاو معانا في المغرب، هادو خاصهم طياره خاصه يتهزوا يتلاحوا في جنوب افريقيا للسبوعه مساكن اللي فيهم الجوع، فهمتي، تلاحوا للسبوعه وتلاحوا العباد. المهم اخواني تحياتي خاصه المغاربه ولا الشعب فقط، ما حنا كنجيبوها بدراعنا ما كنجيبوهاش بعرق خواتاتنا، وهذاك الشيء كنفيقوا لها مع 6 الصباح فهمتيني، ما كنفيقش مع 4 ولا 6 كنلقى اختي حاطه لي مصيفطه لي فوا فكاش ولا كاش بليس، حاطه لك الصالير ديال بصح وشارك دار وطوموبيل تنوط العشيه وتنوط تشرب على عباد الله ودي معك هذاك المدلول ديالك ودا تقول لهم انا مناجر، سير اصاحبي راه طيحتوا بالناس ديال اكادير وطيحتوا بالرجوله المغربيه، سير الله يخليكم بالخلاوت لكم الخرق، راكم ما بقيتوش مغاربه، راه طيحتوا ديوتيين، طيحتوا بالدل في مكان الدعاره في مكان الفسق في مكان العهر في مكان تجمع فيكم نتوما داك الجوج، ومازال كتشوف المنابر الاعلاميه طيحتوا حتى بالصحافه مساكن تشو طيحوا بينا شوهتوا بينا في المغرب، سيروا صاحبي بدلوا هذيك المدينه، سير بدلوا شي دوله صاحبي سير تلاحوا فيها. تحياتي لكم اخوتي المغاربه وشكرا لكم وتحياتي لكم ديال البصره. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.